اخواني الانسان المؤمن شو بقول؟ ربي الله الله يجعلنا منهم. وما دينك؟ من كنت ادعي للاسلام انا؟ من كنت ادعي للاسلام؟ تعرفوا انتو؟ ها؟ عدين يا الاسلام. ما هذا الرجل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هو اللي بيصلي على النبي كل يوم 3000 مرة، 4000 مرة، 5000 مرة. بداش يقول حبيبي محمد؟ بداش يقول حبيبي محمد؟ اللي عمره ما طلع من الدار إلا عصنته، عمره ما دخل في الدار إلا عصنته، عمره ما نام إلا عصنته، عمره ما أكل إلا عصنته، عمره ما مشى إلا عصنته، عمره ما عامل الناس إلا عصنته، عمره ما دخل المسجد إلا عصنته، عمره ما عمل حاجة إلا عصنته. بداش الله ينطق حبيبي محمد؟ اللهم نطقنا إياها. شو بقول له؟ بقول له صدق عبدي على الحق، عشت عليه مت عليه تبعث إن شاء الله. افرش له من الجنة، لب ألبسوه من الجنة، وافتح عليه طاعة من الجنة. قداش بتقعد في القبر؟ 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، 5000 سنة؟ بين الأذان وإقامة الصلاة 10 دقائق بتقعد في القبر. وهو شو بقول؟ اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة. يا الله تجعلنا منهم. طب والصنف الثاني ماكل حرام، الصنف الثاني بيصليش، الصنف الثاني آذي جاره، الصنف الثاني هاجر القرآن، الصنف الثاني بيصليش الفجر. بتعرفوا اللي بيصليش الفجر يا جماعة؟ بتلحط صخرة على راسه. قديش في في ال 195 بيصلوش الفجر؟ في 195 بيصلوش الفجر. طلع تلحط صخرة على راسه. وكيف التريلا بتطلع على راس البصل أو على حبة البطاطا؟ هو والأرض واحد. ومش الله يعطيك العافية وخلص، هاي راسك، هاي راس تاني خلاص، لا هاي راس تاني وفرخ تاني كمان وترخ تاني. هذا اللي بيصليش الفجر يا جماعة. أحد الصحابة راحت عليه سنة الفجر سنين وهو يعيط عليها، كل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه السنة والله لو جبت مال الدنيا كله وضوعت سنة الفجر أنت خسران، أنت خسران، ركعتين سنة الفجر. يا حصرتي يا حصرتي يا حصرتي على اللي بروح عليه فرض الفجر كل يوم، فرض الفجر كل يوم، كل يوم راسه بندق زي ما تندق زي ما تدق العقربة والعياذ بالله. وين بدي يلاقي هذا؟ نصحى يا جماعة، نخرج الظلمة من قلوبنا يا جماعة. والله ما هو سرطان، والله أصعب من السرطان المرض اللي في قلبه. اللهم لا تجعل فينا تارك للصلاة يا رب، اللهم لا تجعل فينا قاطع للرحم، اللهم لا تجعل